الصدمة، وما أدراكم ما الصدمة وما تأثيرها على الإنسان. أتوقع الحين نقدر نقول إنه فعليا ما في أحد إلا ومر بصدمة بسيطة كبيرة، إلا أكيد في حياته صدمة. ويمكن أكبر صدمة مرت علينا كلنا كانت فيروس كورونا اللي أصابت الجميع بمستويات مختلفة. لذلك اليوم ضيفتنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع وعلاج الصدمات، وما هي التغذية الرجعية العصبية اللي تسمى بالنيورو فيدباك، يا رب أكون نطقتها صح. ويسعدنا أن تنضم لنا كمان الدكتورة ريما عبد الرحمن لهويش، وهي أول عربية حاصلة على الدكتوراه في التخصص الدقيق النيرو فيدباك التغذية الرجعية العصبية، والمتخصصة في علاج الخبرات والصدمات النفسية. ملفك ثقيل يا دكتورة. الله يسعدك يا رب. ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يسدد خطاك دائما. الصدمة هي أحسها هي الأمر السهل الممتنع، الكل مر بصدمات طبعًا. فهي مش صدمة، لما نقول أنا مريت بصدمة مش صدمة، بس تفاعل الإنسان معاها بيكون شكل مختلف، خاصة إذا كانت صدمة قديمة في الزمن الماضي صحيح. ونقول إن إحنا نسيناها ونعتقد إن إحنا نسيناها، بعدين فجأة يمر موقف بسيط وتعود للصدمة مرة ثانية، إيش هذا؟ صحيح، يمكن أنت قلتي في البداية كلام مرة مهم، إنه يمكن من كثر ما احنا الجميع يمر بصدمات هي ما هي مره كبيره، لكن احيانا تتحول الى شيء كبير. احسنتي، صحيح. في البدايه اساسا كلمه الصدمه يعني هي ترى اي موقف مزعج يمر الانسان فيه، واحيانا يكون فيه تهديد لحياته او احساسه بالخطر او لاحد اخر. غالبا الله سبحانه وتعالى خلق في ادمغتنا ان هي تعالج الموقف بنفسها، سبحان الله، تلتئم خاصه في مرحله النوم. كل الملفات اللي تصير خلال اليوم تتعالج من جديد واحنا نايمين. الإشكالية أحياناً تكون المواقف أكبر من أننا نحتملها، فما تكتمل معالجتها، فيصير الواحد، وهذه النقطة اللي تو أشرتي لها أنه تختلف من شخص لشخص، أنه يصير الموقف الصادم له وكأنه تخيل المنظر أنه وقع في حفرة عمقها 2 متر والزمن يمر لكن هو ما زال بالحفرة نفسها. فعشان كذا تمر أيام أحياناً من كثر ما هو مؤلم جداً الجهاز العصبي كأنه يقفل عليها، لكنها موجودة، يجي شيء يثيرها فتظهر من جديد. عشان كذا زي ما قلتي أنه أحيانا تمر أيام وسنين حتى وفجأة تطلع لنا مرة ثانية صحيح. تأثيراتها صحيح. ونتذكرها. فالسبب أنه الزمن يمر لكن الشخص يكون عالق فيها، أنه بعض المواقف تأثر فتكون كأنها مثيرات تذكرنا. يعني دائما أنا أقول للعملاء اللي يعالجهم أنه تعرفون أغنية محمد عبده كل شيء حولي يذكرني بشيء، بالضبط هذه هي، شيء يذكرك بشيء حتى لو ما انك انت حتى لو ما كنت تفكرين اصلا، يعني يجي موقف يستثير الواحد. ويمكن المثال اللي بسيط ممكن اوضحه انه لما الواحد يكون ماشي ويخبط او يضرب في شيء وتصير عنده كدمه زرقاء، انت تشوفينها ككدمه، لما تلمسينها بيصير في الم. احيانا تكون الكدمه بدون لون فانت ما انت شايفه شيء، لكن اذا ضغطتيها تشعرين بالم. نفس الفكره، الصدمه احيانا تكون هي باقيه لكن بمجرد ما يجي شيء يستثيرها تظهر يعني اثارها، سواء خوف، حزن، قلق، النوم، انعزال، غضب، وش ما كان، كل انسان رده فعله تكون مختلفه. طيب دكتوره خليني اسالك، يعني في مواقف شفنا ناس ردود افعالهم تكون نوعا ما مبالغ فيها مع أن الموقف ما يستحق أن يصير في ردة فعل مبالغة، يعني لا صريخ لا، وحتى الشخص نفسه اللي صارت له ردة الفعل المبالغة هذه إذا جاي يفكر بينه وبين نفسه بعد ما يهدى يقوله أنا بالغت في ردة فعلي. فهذا الشيء يكون بسبب أنه صدمات وما تعالجت وقت النوم؟ هو ممكن يكون كذا. يعني أحيانا إيش اللي يصير أنه لنفرض، يعني أنا دائما أقول هذا المثال بأكثر من موقف، اللي هو سبق وأنا صغيرة تعرضت لهجوم كلب، فكنت عمري 7 سنين تقريبا وكان الموقف مرة مؤذي بالنسبة لي، بعدها صار عندي رعب من الكلاب كلهم بكل أحجامهم متعمم حتى للقطط. طيب إيش اللي يصير لما أشوف كلب وأنا كبيرة حتى لو الكلب قد كذا، نفس استجابتي وقت ما كان الكلب هاجم علي وإني أصرخ، أبدأ أصرخ أنهار بشكل مو طبيعي، مع أنه الموقف ما يحتمل، أنا لو بعته بيدي ممكن يبعد، لكن الآن في هذه اللحظة استجابتي ليست هي استجابة ريما الراشدة الكبيرة، وإنما استجابتي وقت ما حدثت لي الصدمة حينما هجم علي الكلب لأول مرة. نفس الفكرة لو جينا نطبقها على المواقف اللي إحنا نمر فيها بحياتنا، يعني يمكن من أحد المواقف وهذه حقيقية لعميلة، البنت كانت من صغرها أبوها ينتقدها بقوة يعني عنيف في نقده، فكانت ردة فعلها أنها تبكي. كبرت ودرست ونجحت وصارت متميزة وقائدة لفريق من الرجال،
فكانوا إذا اجتمعوا وتكلمت معاهم أي أحد يقول تعليق تحسه أنه انتقاد قدام الجميع تبدأ تبكي. فتقول يعني مو معقولة لا مكانتي ولا يعني مسؤوليتي يتناسب مع الموقف. طب السؤال، هل بكاءها هذا بكاء الشخص المرأة هذه الراشدة الرئيسة بالنسبة لهم، أم أنها تلك الطفلة اللي ما زالت عالقة وهذه الاستجابة حقتها اللي تظهر بسرعة وفقا لجهازها العصبي؟ طبعا احنا ما نفكر بوقت الاستجابة، ما هو اللي يتحكم في هذا الأمر؟ الجهاز العصبي اللا إرادي اللي هو الآن واحنا نتكلم قاعد يقيم المكان اللي احنا فيه. مثلا الآن واحنا نتكلم الوضع آمن وكل شيء تمام الحمد لله، لو لنفرض جاء شيء، خلونا نقول شيء صرصور الله يكرمكم، اللي حيصير ممكن كلنا نصرخ ونقوم من المكان ما نتحمله. أنا من جرد ما قلت كلمة أنت حسيت بقشعريرة. الفكرة أنه كون هذا الشيء يمثل استثارة، الجهاز العصبي هو اللا إرادي هو اللي ربي خلقه فينا لكي يحمينا من الخطر. فوقت ما نتعرض للخطر يقوم بهذه المهمة. إيش اللي يصير؟ أول شيء أنه تنتج طبعا هرمونات لكي تحذر أنه في خطر الحين قاعد يصير، تبدأ ضربات القلب تسرع، يبدأ التنفس يزيد، يبدأ الدم. ليش يسرع القلب؟ عشان يضخ دم أقوى إلى الأطراف لكي نهرب، أو إذا نقتل الشيء اللي قاعد يهددنا، فإما هروب أو قتال. أحيانا في وضع آخر ما نقدر فنتجمد في أماكننا. هل عندنا الخيارات إحنا في البداية؟ في البداية لا، عشان كذا أحيانا تلاقون الناس بعضهم على الخوف يقعدون بمكانهم ما يقدرون يتحركون، بعضهم على طول تكون ردة فعلهم جدا عنيفة. بعد ذلك نقدر نختار، بعد ما نهدأ شوي يبدأ الفص الأمامي يشتغل، لكن بالبداية أول الاستجابة ما يكون عندنا تفكير لا إرادي يصير. طيب إيش اللي يخلي الموقف اللي قلتي أنه أحيانا تكون جدا عنيف أو مثلا تصريخ وبكاء على شيء مرة سهل أو بسيط؟ أنه مثل ما أننا نتذكر في أذهاننا أيضا ردة فعل الجسم، لأنه بالنهاية الخوف وين يحدث؟ وإن كان مصدره الدماغ والجهاز العصبي لكن يحدث في الجسم، فالجسم وعاء لكل مشاعرنا مخاوفنا كل الإجراءات اللي تصير بأدمغتنا. فوقت ما أنه يصير الاستجابة، الاستجابة تكون من الجسم ومن العقل أيضا، وكأن الجسم حافظ الصدمة. يعني حتى رواد إلى دكتورة الجسم ولا العقل؟ الاثنين. وهذه شكرا أنك قلتيها، لأنه الإشكالية الآن حتى في مجال العلاج النفسي صار التركيز على العقل فقط، أننا يعني نحاول نناقش الإنسان عقلانيا وهذا جدا مفيد ومهم، لكن في أوقات الشخص أصلا ما يكون في وضع العقلانية. مثل بالضبط لو كان فيه الصرصور هل أقدر أناقشكم؟ حتقولون ما أنتم قادرين تفكرون، صح ولا لا؟ وإن كان المثال يعني شوي سيء، لكن هذا الشيء اللي يمكن كلنا نخاف منه أو نتقزز منه. بالضبط. فالفكرة أنه البعض يركز على الفكر والتفكير والذهن، لكن الواقع أنه الجسم هو الوعاء فيحفظ نفس الشيء. فأنا عشان أعالج الشخص من الصدمة مهم أركز على ذهنه وأيضا على جسده وعلى استجابته الجسدية. وقت ما يشعر بالأمان يبدأ فصه الأمامي المسؤول عن التفكير بالعمل، فأقدر ذيك الساعة أناقشه، أقدر أني أحاول أني أساعده أنه ينظر للحلول كيف يطلع من المشكلة. قبل كذا هو بيكون بهذه الحالة الفزع اللي تحتاج إلى تهدئة أول شيء. طيب دكتور خلنا ننتقل إلى محور يمكن أو مفهوم سائد، دائما يقول لك الواحد يواجه مخاوفه، يواجه صدماته. إذا أنا مثلا عندي صدمة زي ما تفضلتي قبل شوي في مثال مثلا الكلاب أو مثلا الحشرات معينة أو مكان معين أيا كان، هل هذا الشيء صحيح أنه أنا مثلا أخاف من شيء معين أروح أواجهه؟ يعني مثلا السيدة اللي ذكرتي مثالها أنه والدها كان يعاملها بطريقة، لو واجهتها ويعني فككت هذه الصدمة وحللتها وتخلصت منها، هل فعلا يساعده وهذا المفهوم خاطئ؟ هو شوفي ممكن، يعني أحد أساليب العلاج النفسي اللي هو التعرض يسمى، فالواحد يبدأ يتعرض بشكل تدريجي للشيء اللي مخيف له، هذا في حالة إذا كان عنده خوف. لكن زي موقف المرأة هذه، حتى وإن كان جت لأبوها وقال لها أنا آسف وسامحيني وسامحته وانتهى الموضوع، ما زال استجابة جسمها وما زال جسمها وعقلها طبعا حافظ الاستثارة والاستجابة عندما ينتقدها أحد، وبالذات كرمز أي رجل ممكن ينتقدها لأنه يمثل صورة أبوها. فالحل هنا وشو؟ أنواع أخرى من العلاج، يعني في عدة أنواع من العلاج النفسي. من العلاجات اللي تركز على الذكريات المحفوظة علاج أطبقه أنا الحمد لله مع عملائي يسمى EMDR، يركز على الذكريات المحفوظة. فإيش اللي يصير؟ إحنا نشتغل على الذكرى المحفوظة هذه، إنه
الموقف اللي تتذكره وقت ما كان أبوها يصرخ عليها وهي تبكي، نبدأ نشتغل عليه. إذا اشتغلنا عليه تخف الاستجابة له، فيتزول، يبدأ بالتدريج تقل استجابتها بأنها تبكي قدام الناس. مثلا أنا لما كنت أتدرب على هذا النوع من العلاج اخترت موقف الكلب بالعنية، قلت إذا راح مني أو راحت مني الفوبيا من الكلاب معنات هذا العلاج ناجح، إذا لا قلت خلنا أجربه بنفسي. اللي صار أني فقط احتجت جلسة واحدة فقط وزالت، سبحان الله صرت أمشي عادي. ما كنت خايفة من الكلاب يعني وطبق. خوف مو طبيعي، فوبيا يعني فوبيا لدرجة أصرخ بأي مكان ولا يهمن أحد. وتخيلي كنت أدرس بأمريكا فالتصريخ إلى السعودية واصل طول الوقت، إلى ما تعالجت يعني الحمد لله. أنت عالجتي نفسك بنفسك؟ لا أنا تعالجت وقت ما كنت أتدرب على هذا العلاج، اخترت الموقف هذا، كنا نطبق مع بعض. فاللي صار أنه الحمد لله تحسنت. ما من عملائي كثيرين مروا بصدمات كثيرة، لما نستخدم معهم هذا النوع من العلاج ألقوا أنه جدا فاعل ومفيد. فالفكرة يعني هذا ما هو بس للنفس العلاج، في أنواع أخرى من العلاج النفسي برضه مفيدة. زي ما يعني المواجهة هذا ممكن فعلا تكون موجود. أيه أنا ضدها لكن هي ممكن، لأنه ليش أعذب الواحد أو أواجهه بشيء يخاف منه؟ ليه ما بدام في طريقة أخرى أسهل ليش أستخدم الشيء التعريض المؤلم المزعج اللي يخلي الواحد يعيش الصدمة مرة ثانية؟ فعشان أنا كنت هسألك هذا السؤال فعليا. إحنا الأشخاص طبعا عندنا الفروق الفردية، الحساس العاطفي القوي اللي يتأثر واللي ما يتأثر، وأعتقد أن يتأثر العلاج وطرق العلاج بهذه الشخصيات. هل يتم عملية تشخيص قبل تطبيق النيورو فيدباك وتقدري تقولي والله يصلح مثلا انا واحده عندي هوس فوبيا شنيعه من العناكب مثلا، ما يعني ما اقدر حتى اتخيلها مثلا، لما تيجي تعالجيني من هذا الموضوع هل العمليه لها تشخيص مسبق قبل ما تفوتي في العلاج على طول؟ ايوه، هو شوفي اصلا قاعده العلاج النفسي انه الجلسه الاولى اللي هي تسمى الافتتاحية والابتدائية، هذه جلسة ينأخذ تاريخ العميل من في عدة مجالات عشان يكون عند المعالج تصور كامل عن كيف بتعامل مع العميل وإيش المشكلة اللي عنده. بعدها يترتب عليه أنه يقرر. طبعا العامل الأول أنه هذا المعالج على إيش متدرب، يعني مثلا أنا ما أجي والله أقرر أقول أبي أستخدم النيرو فيدباك ولا بستخدم العلاج المعرفي السلوكي وأنا أصلا ما تدربت عليه، حيكون بالنهاية ناتج عملي ما هو جيد. لكن لما أكون مدربة ومتمكنة منه وأطبقه، قبل ما أطبقه أكون أعرف هذا العميل وش بيسوي. يمكن أنت ذكرتي النيرو فيدباك، لكن اللي قبل شوي كنت أتكلم عنه أنا نوع ثاني اسمه EMDR. بالنسبة للنيرو فيدباك طريقته مختلفة تماما، اللي هي ما يحتاج حتى تتكلم، إحنا نركب حساسات على المخ، على عفوا مو على المخ، على فروة الراس، على فروة الراس اي، وندرب. ايش الحساسات هذه؟ شفتي تخطيط المخ، جهاز تخطيط المخ اللي تسوى بالمستشفيات؟ نفس الفكرة، حساسات نركبها ما ترسل اي كهرباء للدماغ، فقط تقرا. شفتي سماعة الدكتور لما يقيس نبضات القلب؟ تقرا بالضبط، تقرا مستوى النبضات الكهرباء اللي تصدر من الخلايا العصبية. وهذا ايش يفيدك انت في العلاج؟ يفيدني انه عندي جهاز بمبالغ كبيرة يقرأ، جهاز يكبر هذه الموجات زي بالمستشفى. فأنا عندي شاشة فيها أيوة الآن نشوف هنا طبعا هذه هي الحساسات. أوكي نركبها، وبعد ما نركبها طبعا قدنا خلاص أخذنا معلومات عن العميل. بعد ما نركبها يا إما أنه يلعب لعبة هذا الجهاز يكبر الموج الكهرباء اللي تصير بالدماغ ويرسلها لشاشة الكمبيوتر. أنا كمعالجة أشوف الشاشة وأسوي إعدادات بالمعلومات اللي موجودة إنه، وطبعاً شفتي هذا تخطيط المخ اللي العادي بالمستشفيات نفس فكرته إنه يقرأ اللي بالدماغ، ما في أي كهرباء توصل. إيش يفيدك قراءة ما داخل الدماغ؟ إنه أنا الحين بدرب الدماغ، أروح شفت الجهاز اللي على جنب؟ أيوة. هذا اللي أنا أشتغل عليه، كأني أقول للجهاز أي وقت ينتج دماغه من الدرجة هذه للدرجة هذه، طبعاً بالهيرتز هي الدبدبات مرة صغيرة. الحين هو شفتي قاعد يلعب لعبة، أي وقت ينتج دماغه خلي اللعبة تكمل، أي وقت يكون أعلى أنتج أو أقل اللعبة بتوقف. ليه يعني؟ علشان هذه لما تمشي اللعبة تتحرك، كأني أقول له ممتاز. زي قبل شوي لما جينا نبدأ وسوانا التست قال لا لحظة اجلس تسوي كذا تتحركي كذا، إيش الهدف؟ عشان عطاني فيدباك أو معلومات علشان يفهمني أدائي كيف كان. أنا نفس الشيء أسويه بالجهاز هذا، إني أقول للدماغ ممتاز أنت قاعد تنتج موجات صحيحة، فتبدأ اللعبة تشتغل، أنتج أعلى أو أقل
توقف اللعبة. طب الواحد يبي يكمل اللعبة عشان يخلص، فينتبه وش قاعد يصير الحين وأنا جالس خلى اللعبة تستمر، فبالتالي يكرر بدون وعي. يعني يتعلم زي لما نتعلم لعب البسكليت مثلا الدراجة، في البداية ما كنا نعرف، بالنهاية تعلمناها. طب كيف حدث التعلم؟ وين حدث؟ بأذهاننا، عقولا، بأدمغتنا، بشكل لا إرادي، بالضبط، بشكل آلي. يتكرر التعلم إلى ما يثبت. هنا بهذا النوع من العلاج نستخدم المكافأة، بحيث أنه كل ما أنتج الدماغ الموجات اللي إحنا نبغاها تجي المكافأة، أن اللعبة تشتغل أو أنه الفيلم اللي يشوفه يشتغل، فيبدأ الدماغ بنفسه يتدرب. تغير الكهرباء والذبذبة هذه علاج؟ علاج. هي مؤشر لعلاج؟ أيوة، هي أصلا موجودة الحين وإحنا نتكلم. أنا الآن وأنا أتكلم عشان يطلع الكلام من فمي، هذه الخلايا العصبية بدماغي تتحرك وتوصل منطقة الكلام إلى الوجه، عضلات اللسان، ويطلع الكلام. نفس الفكرة، كل شيء في. ما فهم كيف هيعالجني؟ يعني انا كهرباء قرات كهرباء راسي، بس انا مو انت اللي تقرأينها او انت قراتيها. إيه الفكره وشي؟ انه وانا مركبه الحساسات على راسك وقاعده ماسكه الجهاز، انت جالسه تتفرجين على اللعبه وتشوفين فيلم. طيب وقت ما تتكلمين او يمكن الحين تجي الصوره تشوفين الطياره تطير، اذا كان دماغك ينتج الموجات اللي انا بدرب حسب المشكله اللي عندك، لو كان لنفرض عندك فرط حركة، خلينا نقول قصور انتباه، طيب، او حتى طفل عنده فرط حركة، انا حروح احط الحساسات في مكان معين خاص بفرط الحركة او خاص بالانتباه، خاص بالتذكر، خاص حسب وش المشكلة اللي عنده. بعد كده عارفة هذه الاماكن، اي كلها دارسين ومكانها. انا هذه اللي ابغى اوصل له، لانه ايوه مكانها موحد في يعني باي واحد بالعالم دارس نيرو فيدباك عارف وين مكانها في الراس. أوكي. عرفتي؟ بعد كذا ايش اللي يصير؟ انه بالجهاز وانت جالسه انت فقط مطلوب منك تجلسين، يا تشوفين اللعبه، يا تشوفين فيلم، يا تسمعين صوت. احيانا في صوت ممكن يجي انه بمجرد ما دماغك ينتج يقول لك تن، كانه يقول لك صح، انت تنتبهين تقولين طب انا وش قاعده اسوي؟ ولا شيء، انا مروقه الحين وقاعده مركزه مثلا لنفرض على تنفسي، ولا مركزه على اللي قدامي بالغرفه، وتسمعين تن مره ثانيه ثالثه، تبدأين بدون وعي دماغك بنفسه يتدرب، ف تسمعين الموسيقى اكثر، معناته انه قاعد ينتج اكثر. الميزه والشيء مع التكرار الجلسات، هي صح انها تاخذ وقت، الدماغ يتعلم كيف يوازن نفسه بنفسه. هذه هي تدريب للدماغ، يوازن نفسه، هو تدريب للدماغ لموجات الدماغ. فبدل ما انا اتكلم مع العميل ويقول مشاكله، انا ادرب دماغه، سواء اضطراب ما بعد الصدمه، الوسواس القهري، فرط الحركه، وش ما كان الاضطراب اللي يعاني منه، استخدمه من خلال هذا الجهاز. طيب دكتوره ريما، اكيد كل انسان فينا مر بمواقف مؤلمه عند كل احد والمستوى اللي هو يمر فيه. ايش اللي انت ممكن تنصحين فيه المتابعين يطبقونه عشان يساعدهم انهم يعدون هذه المرحله من الصدمات او تخفف عليهم؟ ايوه، شكرا على هذا السؤال. اولا، شفتوا الطفل اللي عمره سنتين اول ما ينفجع من اي شيء وش يسوي؟ يبكي. بالعادة يصرخ، اي، لكن قبل الصراخ وش بيسوي بعد؟ يشهق. ايوه، وبعدين يروح لمين؟ ماما. احسنتي. رقم واحد في تهدئة الاستجابة للمواقف المؤلمة هو التواصل واخذ الدعم من الاشخاص اللي هم المصدر الامن للشخص مين مكانه. طبعا في حالة الاطفال والعائلة وبمجتمعنا احنا كمجتمع جمعي معتمد على اننا نكون متقاربين ومع بعض، اللي هم الاهل القريبين مرة، فكل بالمواقف هذه المؤلمة اللي هي تكون عامة، هذه تعتبر أساسية. رقم اثنين، في أي وقت الواحد يشعر ب يعني جته معلومة مؤلمة أو مؤذية وتأثر، من أهم الأشياء اللي يسويها أنه يتحرك يقوم. ليش؟ لأنه سبحان الله في الماضي كانوا الناس عايشين بالبر في الوضع الطبيعي قبل الحضارة، فكان الواحد إذا تعرض للأذى حسب تركيبة جسمه اللي ربي خلقنا عليها، يا يهرب يا يقاتل، يعني يركض من المكان مصدر الخطر أو أنه يضرب. الآن صرنا جالسين تجينا المعلومات، يجينا اللي يوترنا وإحنا جالسين، جسمنا ينتج، قلبنا يرسل الدم متدفق إلى الجسم، لكن ما يحدث أي حركة، فهذا يخليه يعني نتأثر بشكل سلبي. إذن الحركة مهمة، التواصل رقم واحد، الحركة مهمة. الشيء الثاني أنه يحاول تهدئة نفسه بنفسه ببعض التكنيكات العلاجية اللي فيه أنه يذكر نفسه أنه ترى هذه استجابة جسدية، ينتبه إلى إيش اللي قاعد يصير بجسمه، يستخدم الحواس، بحيث أنه هذه طبعا تكنيكات أنا قاعد أقولها بسرعة لكن هي تأخذ وقت أن الواحد يتعلمها. مثلا أنه يبدأ يركز على اللي حوله، يتأكد أنه ما في شيء يعتبر يمثل تهديد، ثم إذا جرب أنه يستخدم كل هذه الأمور ولقى أنه مستوى الصدمة أكبر من قدرته،
من المهم انه يطلب الاستشارة النفسية وما ينتظر، لانه احيانا السرعة في العلاج تخفف تأثير الصدمة. دكتورة ريم الهويش، شكرا لك وشكرا لتواجدك، شكرا على كل المعلومات اللي شاركتينا اياها اليوم. الله يسلمك. العفو. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملي. بعد الفاصل، مصورات سعوديات يشاركن في تغطية مباراة الآسيوية لكرة اليد 2022.